يا زكي، تأخرت كده ليه؟ كنت بشتري الفيسبا والهدوم العيالي دي. معلش يا زكي، عشان خاطر نادية. والشخص ده موجود ليه؟ ها؟ انت عارف ان اول شرط ليه علشان اشترك في علاج نادية ان ما اشوفش خلقة الجدع ده. الجدع ده يبقى جوز نادية، يعني نادية جوز الجدع ده، مفهوم؟ ها؟ الاصح انك تسمي نفسك الجاني جوز المجني عليها، جوزها اللي جاب لها الجنان. ها؟ ايه ده بس؟ زمر يا زكي، زمر. ازمر؟ انت جايب مين عشان ازمر؟ زمر يعني تضرب كلاكس عشان نادية تعرف انك وصلت. وبعد كده نعمل ايه؟ اول ما تقابل نادية تتصرف معاها زي زمان لما كنت انت وهي زملاء في الجامعة ومخطوبين لبعض. يعني اخدها وراها على الفيسبا ونروح الجامعة سوا؟ بالظبط. لكن احنا خلصنا الكلية من زمان، نروح فين؟ اي حتة كنتوا بتروحوها لما تزوغوا من الجامعة. ها؟ اي حتة؟ اي حتة؟ اي حتة؟ بلا. لا مفيش حاجة، مفيش. سامع؟ سامع. ها ها ها. زمر بقى وخلصت. اهدى بس انت، اهدى. ومظاهر انفصام الشخصية وهروب الشخص المريض من شخصيته الحقيقية وتقمصه لشخصية أخرى يتمناها في عقله الباطن. حمادة بيزمر لك يا حبيبتي. حمادة؟ حمادة، 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 حمادة. والله ما أنا فاهمة إيه الحكاية. هاي سوسن. زكي، غريبة قوي. ده بيقول لي يا سوسن. الظاهر ان الحكاية هتبقى مضحكة قوي. هلو حمادة. يا استاذ كمال اسمك خليك رزين. اسمك ازاي؟ ما انا خلاص بقيت متثبت على درجة مغفل. انت ازاي تسمح لنفسك تيجي هنا بعد الحصل منك في الاوتوبيس؟ ها؟ متأسف، متأسف يا انسة نوسن. يصح يا دكتور ان الاستاذ ده يقول لكل الناس اللي في الاتوبيس بكل بجاحه ان مراته الحب يعمل اكتر من كده، مسكين اصله بيحبك. انا صاحبه بيقول لي على كل اسراره. يا ترى هي بصت لكمال وضحكت ليه؟ اصل انا قلت لها انه بيحبها. يعني تفتكر يا دكتور ان ضحكتها الاخرانيه دي بدايه حب جديد؟ تمام، ممكن جدا ان دي تبقى فرصه كويسه علشانك وتبقى المنافس لزكي في حب ناديه لو حاولت تعمل زيه. اعمل زيه ازاي؟ عايزني وانا رئيس تحرير اركب فاسبا والبس قميص مشجر واحط سلسله في رقبتي واقول هي هي هو هو ها. معلش، استحمل في سبيل شفاء ناديه. صعب صعب. طلقت مراتك يا كمال؟ يا ريت تجننها. جننها؟ لا حول الله. لكن قول لي يا ابني، مين اللي راكب معاه الفيسبا ده؟ ده حماده. ده خطيبها الاولاني. خطيبها الاولاني؟ وازاي تخليها تركب معاه؟ ما تركبش معاك انت ليه؟ اولا انا ما عنديش فيسبا. ثانيا ركوب الفيسبا علاج لناديه يا بابا. علاج؟ وانهي دكتور فارح اللي كتب الروشتة دي؟ حضرته الدكتور عادل. ايوه يا فندم، حالتها تستدعي كده والاستاذ كمال وافق على كده، واظن انت كمان ما عندكش مانع ما دام العلم بيقول كده. ونعم العلم يا فندم، انا بأدي الواجب وبس. حقيقة انت تستاهل الشكر على الخدمه اللي بتأديها لابني ولمرات ابني. العفو يا فندم، العفو. لا والله لازم ابوس راسك. لا مش لازم ابوس. لا خلاص يا دكتور، ما دام بابا حلف ما تكسفوش. بوس بوس. ها؟ زي ما بقول لك كده، الحكايه كلها تمثيل في تمثيل. تمثيل مدهش. انا نفسي صدقت انك عيانه بصحيح. ناديه، اذا كانت الظروف حرمتنا من بعض ولا اتجوزناش، قدامنا الفرصه دلوقتي نصلح كل شيء ونرجع لبعض. نرجع لبعض؟ انت ناسي انك متجوز. ما هي دي الغلطه اللي بندم عليها، يا ريتني ما اتجوزت. دلوقتي بتقول على مراتك غلطه؟ مش الغلطة دي هي اللي ظبطتك بالبوسة واحنا مخطوبين؟ اهي بوسة وتفوت.
لكن حضرتك اعلنت الحرب عليا وفسخت الخطوبه وجوزت القرد ده اللي اسمه كمال. كل شيء اسمه نصيب. وعلى كل حال انا كل اللي يهمني دلوقتي ان انتقم من كمال. وانت لوحدك وانا كمان لازم انتقم منه. وكمان جوزي انا مش جوزك انت. وانا هنسان انه خطف مني الانسانه الوحيده اللي قلبي حبها. هاي حمام خطيبي. هاي حمي حمي. مش اسمك حماده؟ يبقى اسم الدلع حمي. هاي واقفين ليه؟ اقعدوا خلينا انتيم مع بعض. هما دخلوك هنا ازاي؟ سيادتك عضو في النادي؟ لا دخلت على الشمال. هاي الضحكه السخيفه دي جبتها منين؟ اقتباس. يا سلام السباحه دي رياضه جميله بشكل انا بحبها قوي. هو حضرتك في فريق السباحه بالنادي؟ لا. امال بتحب السباحه ليه؟ بحب السباحه لان حماده بطل في السباحه. انا كمان وانا فخر سباح ممتاز اعدي البحر ولا تبلش. حماده يلا. برافو حماده هايل هايل. حماده خطيبي. ايه يعني؟ ايه شغلانه؟ لازم تدخل منافس لزكي في حب نادية. لازم تثبت لها انك فتى الاحلام. Yeah!